بالفعل عند عبد الحفيظ اليركي. طارق قشبيله باش خدع الكره للاعب كونتو والحكم يعلن على الخطا للاعب الفرنسي. تابع مرة أخرى للخطأ للحكم. موسم المستوى البدني وعلى المستوى التقني. هذه محاولة من الجهة اليمنى، محاولة شيبان تراوري، تراوري الرأسية ديال شيبان تراوري، ولكن يعني ما تعاملش معها بالشكل الجيد المهاجم المالي، وبالتالي كتضيع هذه المحاولة من فريق النهضة البركاني. الآن دائما محاولة ديال الفريق البركاني، هناك يعني سقوط، كان سقوط ديال اللاعب حمدي ولفائدة فريق النهضة البركانية. حمدي العشير من الجهة اليمنى كينتظر المساندة شيبان تراوري، ولكن الكرة كتوصل لهشام المجهد. فودي كاميرا حكم كان على خطأ لفائدة المهاجم الإيفواري.